بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة حنتعلم عن كيفية إنشاء صفحة على الفيسبوك، وكيفية الترويج لهذه الصفحة عن طريق الترويج المجاني. طيب نبدأ. زي ما شايفين هنا في الأيقونة بتاعتنا عندنا البيج، هي الصفحات، نضغط عليها. طيب بتظهر لي الخانة هنا فيها السهم Create New Page، إنشاء صفحة جديدة. طيب نعمل صفحة جديدة. طيب هنا اسم الصفحة، هنا التصنيفات، هنا الوصف الديسكريبشن. طيب اسم الصفحة، المكملات الغذائية الطبيعية. تمام، نشوف هنا الكاتيجوري التصنيفات. طيب انا اشوف اكتب حاجة، يعني ممكن تقول صحة، اكتب صحة. تمام، لياقة، او ممكن نكتب بالانجليزي هيلث بيوتي، هيلث ويلنس فيتنس. تاني نكتب فيتنس، او نكتب اميونيتي، مناعة، او نكتب تاني حاجة، ممكن نكتب تاني هيلث. طيب هيلث فود شوب على هيلث ام بيوتي. طيب عندك كمية من الخيارات ممكن تكتبها. بعدك نكتب هنا وصف. طبعا الوصف مهم جدا جدا، الوصف بدي يعني ديسكريبشن للصفحة، في نفس الوقت بدي جاذبية للصفحة أكتر. طيب أنا هكتب المكملات، غير اللغة العربية إلى اللغة العربية، أكتب المكملات الغذائية التي تحفز جهاز المناعة. بعدها ممكن الشخص الثاني يضيف إضافات تانية ممكنة. طيب نعمل create page، إنشاء الصفحة. نحن حاليا في إنشاء الصفحة الإلكترونية was create، الصفحة تم إنشاء بحمد الله تعالى. طيب هنا نعمل بروفايل بالنسبة للصفحة، ممكن نختار صورة. طيب تمام، من التحميلات المنطقية الطبيعية، أو ممكن اختار الصورة دي. طيب الصورة اخترناها. طيب في لما نجي نختار بالنسبة للكفر أو غلاف الصفحة، نمشي لموقع بيدينا خيارات كويسة جدا جدا، موقع اسمه canva.com. وطبعا الموقع ده بيدينا كمية من الخيارات. طبعا نعمل اشتراك في الموقع. طبعا الموقع انا مسجل فيه قبل كده. طيب تمام، نعمل كلمة المرور، نعمل لوجين. طيب زي ما شايفين فتح عندنا الموقع بتاع كانفا، الموقع الجميل لتصميم غلاف لصفحة الفيسبوك. زي ما شايفين مستحسن الخيار الثاني شبكات التواصل الاجتماعي، نضغط عليها بديني انستغرام قصة أو وسائط متحركة. نمشي لغلاف الفيسبوك، نضغط على كلمة غلاف. تمام، بديني كمية من الخيارات الطبيعية الجميلة ممكن الإنسان يستفيد منها في إنك كيف يعني تعمل صفحة غلاف مميز لصفحتك أنت. أنا هختار أي غلاف، الغلاف ده انا اخترت الغلاف ده او الغلاف الثاني. طيب زي ما شايفين هنا ممكن تكتب تضيف اي حاجة انت دايرة. بس انا هقوم اكتب المكملات، هنغير اللغة، المكملات الغذائية. تمام، طيب انت ممكن تصغر أو تكبر في حجم
الكلمات، تمام؟ طيب أنا هقوم أغير في، أشيل الكلمة شوية. طيب هنا دي الكلمات من فوق زي ما شايفين، نغير الحجم بتاع الكلمة، خليها كده. داير تغير في اللون، تغير في اللون، داير تعمل تكبير للكلمات، تكبيرها، تمام. دي كلها حاجات إضافية الشخص ممكن يستفيد منها. المكملات الغذائية، المكملات الغذائية، تمام. ممكن تشيل الصورة تحطها هنا زي ما انت عايز، ممكن تسقيرها وتشيل تجيبها هنا كده، تمام. كده الصورة بقت جاهزة. هنا نمشي لأقصى اليسار، تنزيل، داير تنزيلها في شكل صورة، ممكن عادي جدا، أو الخيار الأول جودة عالية، نعمل تنزيل. طيب هسه حاليا بيتم التنزيل لغلاف صفحة الفيسبوك بتاعتنا الجديدة. طيب تمام كده تم التنزيل بنجاح. كويس، نمشي للصفحة بتاعتنا، نختار الغلاف اللي نزلناه، نمشي للتحميل. طيب تمام، ده الغلاف اللي نزلناه من كانفا، وزي ما شايفين حيصل عندنا إن شاء الله بصورة كويسة جدا جدا. ننتظر لحد ما يتم تحميل الصورة بتاعت الغلاف المحملة من موقع كانفا، الموقع الذي يعطيك خيارات متعددة في إنشاء صفحات إلى الفيسبوك، الانستغرام، تويتر، كل المواقع والمدونات. ننتظر لحد ما يتم التحميل. طيب ننتظر لحد ما يتم التحميل. طيب زي ما شايفين الصورة اتحملت ما شاء الله. نعمل سيف. زي ما شايفين الصورة بقت اتحملت وبقت ما شاء الله واضحة، ده من موقع كانفا. كده الصفحة بتاعتنا اتكونت، أضفنا صورة للصفحة، وأضفنا غلاف للصفحة من موقع كانفا للصور. الحاجة الثانية والمهمة جدا جدا دايما لما نجي نمشي أي صفحة في صفحة في الفيسبوك، طيب نمشي للإعدادات، الإعدادات الأولى. الإعدادات عندنا فيها حاجات مهمة جدا جدا، عندنا فيها جنرال الإعدادات العامة، عندنا حاجة اسمها البيج ببلشت، نضغط عليه انه بيج ان ببلش، نضغط هنا ونعمل سيف. ليه عملنا، ليه نحنا منعنا انه الصفحة ما تتنشر؟ لانه لسه الصفحة ما جاهزة، لسه ما فيها محتوى. الصفحة اللي بعد تكون جاهزة بعد ذاك احنا لازم ننشر المستقبليا. هنا برضه انت بتتحكم اذا ما داير اي شخص يقوم يعلق على البوستات بتاعتك. هنا بتعمل disable posted by another people on the page. هنا عاملين انه allowed photo and video and post. هنا ممكن تعمل disable كل الناس ممكن بعد ذلك ما تعلق على منشوراتك في صفحتك. انت بتسيطر على الصفحة بتاعتك من الاعدادات. الحاجة الثانية عندنا حاجة اسمها المسجنج، ده اسمه الرد التلقائي، احنا لازم نفعله لأنه ده دي وسيلة، الوسيلة بتاعتنا مع العملاء. كويس، دي الوسيلة اللي بتساعدنا في التواصل وبناء علاقات طيبة جدا جدا مع المتابعين والعملاء بتاعتنا في الصفحة. طيب زي ما جينا دي المعلومات الأساسية. طيب نرجع للمسجنج، تمام. هنا نمشي للديفيرينج messaging conversation، نضغط عليه setup، ضبط، نضغط عليها بتنقلني مباشرة إلى حاجة اسمها رد التلقائي.
فالمفروض هنا نقوم بفعل الرد التلقائي. هنا زي ما شايفين انستنت ريبلاي، نعمل اون كده العلامة بقت زرقاء، نعمل تختار الصيغة اللي انت داير تحيي بيها الناس بتاعينك، ممكن نشيل دي كده كلها ونعمل لها كوبي ونمشي إلى جوجل ترانسليت. جوجل ترانسليت جوجل ترانسليت طيب، تاخد هنا الكلام بتاعك من تلقائيا بيقوم بيحصل له ترجمة. شكرا على رسالتك، نحن بعيدون نصب صارت عليكم. نعمل كوبي ونمشي نحطها في الصفحة بتاعتنا، أو تكون باللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. طيب تمام، نعمل لها كده ظهرت عندنا، ظهر عندنا رد تلقائي. نعمل سيف كده فعلنا رد تلقائي، عشان أي شخص زار الصفحة بتاعتنا أو حب يتواصل معنا تجي رسالة وبعد ذلك احنا نقوم نرجع له بسهولة. طيب تمام، كده رد تلقائي. لان عندنا حاجة اسمها تمبليت النوتس اللي هي مستقبليا كده، هنا عشان الصفحة بتاعتنا. بعد ذلك نجي لحاجة اسمها الأزرار. نرجع للصفحة الأساسية صفحتنا، عمل تحديث. تمام كده نرجع لصفحتنا تاني من جديد، نرجع للصفحات نشوف صفحتنا ممكن تكون آخر صفحة. طيب المكملات الغذائية الصفحة بتاعتنا نضغط عليها، الصفحة الكونها أسي أو الأساس ناسي حاليا. الحاجة الكويسة في الفيسبوك بيديك إنه شنو، بيديك إنه بيديك إشارات هنا بقول لك كومبليت يور بيج، نضغط عليها. هنا تضيف رقم موبايلك إذا تقدر تضيفه، هنا ما عندي رقم موبايل واستمر. إذا عندك ويب سايت أو عندك موقع هنا تضيفه. أنا هنا طبعا ممكن أضيف الرابط بتاعي بتاع الواتساب أو أضيف الرابط الموقع بتاعي، لكن أفضل شخص يضيف رابط الواتساب بتاعه للتواصل مع العملاء. طيب تمام، أنا حاليا هقوم أضيف رابط الواتساب بتاعي، أقوم أعمل واتساب ويب. واتساب ويب عشان أربط الواتساب بالجوال. طيب تمام، هربط الموبايل، نشيل طبعا نقرا العلامة بتاعت الكيو ار كود، نضغط على واتساب ويب، نعمل اضافة، بعد ذلك نقرا القارئ. كذا نقلنا الواتساب من الموبايل الى الكمبيوتر عشان نشيل الرابط بتاعنا، ومستقبلا نستخدمه في الكتابة بتاعتنا بتاعت المناشير. طيب تمام، نمشي نشيل الرابط بتاعنا بتاع الواتساب، نشيل رابط الواتساب بتاعنا عشان نحطه في الصفحة بتاعتنا. طيب تمام، ده رابط الواتساب بتاعنا، نشيله من هنا. طيب الرابط طبعا شكله يكون طويل ويكون فوق أرقام. عشان نختصر الرابط نمشي لموقع اسمه بايتلي. بايتلي موقع اختصار رابط، اضغط عليه. تمام، هنا نضغط على الموقع مباشرة، يديني هنا الخيار بتاع لصق الرابط، ونعمل شورت، نعمل كوبي. كده انا نسخت الرابط وعملت له كوبي، بمشي بحطه هنا في الموقع بتاعنا بتاع في الصفحة بتاعتنا بتاعت الفيسبوك. كده أضفنا الرابط بتاعنا وضع الرابط بتاع الواتساب، أي شخص بيضغط عليه وتواصل معنا مباشرة. نعمل كونتينيو، سيف أند كونتينيو. الإيميل تضيف الإيميل بتاعك إذا أنت عندك إيميل مخصص للصفحة. بعد ذاك أولويز أوبن،
أو إذا أنت أصلا داير تخلي الصفحة بتاعتك فاتحة بزمن معين، ممكن تضغط هنا عندك تختار الزمن اللي أنت داير صفحتك تفتح فيه، يعني من الساعة يوم ال يعني يوم الاثنين من الساعة 7 مساء أو 7 مساء لحد الساعة، اختار هنا لحد الساعة 11 بالليل، 4 ساعات تخصص 4 ساعات يوميا للصفحة بتاعتك. كده تمام، كده ممكن تحدد زمن وبعدك تعمل سيف اند فينيش. كده المعلومات الأساسية بتاعت الصفحة اتكونت، نرجع للهوم بتاع الصفحة. طيب عندنا حاجة مهمة تانية جدا جدا، حاجة اسمها اديت بوتون، الزر. الزر ده مهم جدا جدا، احنا ممكن برضه نستفيد منه في التواصل مع العملاء او ممكن نخش في الماسنجر. وزي ما عارفين انه مرات العملاء من الصفحة الأولى لما يشوف الزر فيه حاجة جايزة بيضغط على الزر، إذا كان تسوق الآن، إذا كان تسجيل، أو إذا كان تواصل، فبنضغط عليه عشان نضيف الزر من الأزرار. وزي ما شايفين دي كل الأزرار الموجودة عندنا، فولو، جيفت كارد، أوردر ناو، بوك ناو، كول ناو، كونتاكت أس، أو عبر الواتساب. ممكن برضه تحط الواتساب بتاعك، هنا بطلب منك الرقم بتاعك على الواتساب. أنا هاخد الرابط بتاع موقع كونتاكت أس، أو ممكن تاخد بوك ناو أو شوب ناو. إذا خدتنا شوب ناو اخترناه، نحط الرابط بتاع الواتساب أو أي رابط بتاع موقع أنت عندك فيه خدمة أو منتجات، نعمل سيف. طيب أنا كيف أشوف الحاجة دي؟ أنا كيف أشوف الحاجة دي؟ بضغط هنا كويس. طيب دي الحاجات الأساسية حاليا اللي عملناها، عملنا الصفحة، عملنا غلاف الصفحة، عملنا الصورة الأساسية بتاعت الصفحة، عندنا هيلث أند فيتنس ويب سايت، أضفنا الزر. بعدها عندنا تاني حاجة اسمها الاسم المستخدم للصفحة، بيظهر مباشرة أسفل الاسم الأساسي للصفحة، نضغط عليه يديني كده. أنا بقوم بختار اسم طبعا باللغة الإنجليزية، فبقوم بختار ناتشورال فور برودكت، فهنشوف هل الاسم موجود ولا في خيار تاني. الاسم غير موجود، نشوف اسم غيره، نحط علامة بتاعت الاسم برضو مو موجود. الاسم ما موجود برضو. طيب ناشر برودكت فور تو فور يو، بتجرب كمية من الخيارات لحد ما يكون الاسم موجود، أو تغير الاسم زي ما أنت عايز. ناتشورال برودكت، ناتشورال أو نيتشر. أو نيتشر فور يو. طيب تمام. كده بعد يديك دايما العلامة الخضراء معناتها الاسم ده موافق ومتطابق مع الصفحة، ما في شخص عنده الاسم ده. فدي حاجات تدريبية، يعني زول يجرب كم اسم متوافق مع الصفحة بتاعته الأساسية. نعمل كرييت يوزر نيم، اوكي. طيب بس حاليا بيحمل عشان اليوزر نيم، تمام. حاليا احنا منتظرين بس تحميل اسم المستخدم بتاع الصفحة. تمام ماشي الحمل كويس. طيب عرفنا انه كيف نعمل اسم الصفحة وين نلقاه. طيب نعمل ريفرشمنت الصفحة من جديد، تمام ما في مشكلة، بس عرفنا كيف انه نعمل الحاجة دي. كده الصفحة بتاعتنا بقت جاهزة، عرفنا الأزرار كيف نغير الأزرار، ممكن نغير الزر من هنا، نخد واتساب، نخد أي حاجة. عرفنا كيف نغير معلومات الصفحة ونضيف معلومات أساسية. عرفنا بعد ذاك كيف نعمل إعادة تلقائي
كيف يعني نضيف إضافات خاصة لصفحتنا الأساسية. طيب أنا كده أنشأت الصفحة. طيب أنا بعد ما أنشأت الصفحة داير أعمل أروج للصفحة دي بطريقة مجانية. طيب نجي لكيفية الترويج المجاني لصفحة الفيسبوك. أول حاجة زي ما قلنا هوية الصفحة، وتحدثنا عن الهوية فيها تحديد الهوية، لأن هي النقطة الأساسية والنقطة الأولى في الترويج للصفحة. دائما الناس بتكون في بداية عمالات تجارية واسمها في شخص بيعرفنا، فنحن لازم نكون متميزين بالمحتوى بتاعنا وبهويتنا بتاعت الصفحة. الهوية بتكون من البداية، من العنوان ومن اسم المستخدم ومن الاختصارات الموجودة في الصفحة ومن النبذة التعريفية ممكن نحن نلقاها في الصفحة. طيب الحاجة دي بنلقاها هنا، المكملات الغذائية اليوزر طبعا عملناه قبل شكله متحمل. هنا بتاعت ديسكريبشن كامل للصفحة، هنا التصنيفات بتاعت الصفحة، فدي حاجة مهمة. دي الانفورميشن بيج، بعد ذلك الكونتاكت، تحط الرقم بتاعك، تحط الايميل بتاعك. نيجي اللوكيشن، إذا دارت تستهدف منطقة معينة كويس، يعني إذا دارت تستهدف مدينة معينة، داير تستهدف بالبوست كود بتاعك وكده. هنا عدد الساعات بتاعتك اللي بتكون شغال فيها، إذا داير صفحتك تكون فاتحة طوال بتضغط على Always Open. إذا أنت زول مشغول وداير تخصص زمن معين صفحتك تكون فاتحة فيه، بتضغط على Open Delivery Selected Hour، يعني فتح صفحة أثناء ساعات معينة. بعدها عندنا المور، نضغط عليها من البرايفسي. إذا كان عندك برودكت أو عندك معلومات أساسية إضافية، فدي الهوية بتاعتك بتاعت الصفحة لازم الشخص يعني يكتب كتابة كويسة ويجهزها تجهيز كامل. طيب نمشي للحاجة الثانية، إن خدمة العملاء هي عبارة عن تفعيل الرد الآلي، وزي ما عرفنا قبل شوية إن كيف نفعل الرد الآلي. نمشي للسيتنج أسفل الشاشة، نمشي للمسجنج، طيب نمشي لأسفل الشاشة الخيار قبل الأخير، نضغط على سيت أب كده، سيت أب كده جاهزة. طيب أنا طبعا حق بفعلنا نعمل هنا، بعد يكون كده نقوم نحرك عشان تصل باللون الأزرق كده، instant replay الرد التلقائي كده جاهز. إذا دار تغير فيه للمرة الثانية عادي بتعمل edit تغير تكتب الكلام اللي داير انت. طيب كده عرفنا كيف نعمل الرد التلقائي، لأنه دي وسيلة من وسائل التواصل بينه وبين العميل. العميل نفسه لما نلقى في رد تلقائي بيحس إنه في اهتمام بالنسبة له، فممكن يتواصل معانا للمرة الثانية. نجي للحاجة الثالثة المجانية، هي التسويق عبر المحتوى. فإحنا لازم يكون عندنا محتوى جاذب، إذا كان عبارة عن فيديو قصير أو تدوينة أو صور أو معاينات أو بث مباشر أو استديان. فلازم يكون عندنا محتوى جاهز نجهزه ونحضر المحتوى بتاعنا عشان لا نرتب الصفحة بتاعتنا تكون صفحة جاذبة بمحتواها القيم بمحتواها المفيد. لأنه إذا كان محتواك مفيد بيكون في متابعين، والمتابع كلما كان في محتوى بينتظر منك كل جديد وكل حاجة مفيدة هو منتظر. طيب الحاجة الرابعة هي تفعيل قسم التدوين. كيف نفعل قسم التدوين في صفحة الفيسبوك؟ ونكون ناس مدونين بمهارة عالية جدا جدا. وزي ما عارفين انه في 2018 التدوينات تجاوزت 440 مليون مدونة، ودي حاجة كبيرة جدا جدا بتعكس انه الناس مهتمة بالتدوين، مهتمة بصناعة المحتوى. فلازم احنا نهتم بالتدوين في صفحتنا. طيب انا وين القى التدوين؟ نمشي للسيتنج، نضغط على السيتنج، نمشي لتمبليت عن تابلت، نضغط عليها. زي ما شايفين هنا طبعا دي الحياة الأساسية، الهوم، في حياة ما بتتغير طبعا، الهوم السيرفيس أي حاجة فيها علامة زرقاء ممكن تغيرها أو توقفها، الفوتو بتتغير، الإيفنت ممكن تغيرها، الأباوت ده عبارة عن بدي اختصار عن الصفحة، الكوميونيتي بتقدر تغيره، الجوب ممكن تغيره، ممكن تكفي لك كده تمام. النوت ده القسم بتاع النوت، نفعل قسم النوت من هنا ونسحب النوت معانا لقدام شوية عشان نصر للقدام، برضه نسحب كده. كده ظهر عندنا الخيار الثاني بعد الهوم مباشرة، ده خيار التدوينة. طيب نمشي نشوف التدوينة ظهرت عندنا وين. طيب زي ما شايفين عندنا هنا الهوم، هنا السيرفيس، هنا الريفيو،
دي كان قبل التحديث. احدث الصفحة عشان نشوف. زي ما شايفين بعد التحديث ظهرت عندنا خانة النوت او التدوينة، نضغط عليها. طبعا ما في تدوين لانه طبعا الصفحة يا دوب ان احنا انشأناها. نضغط على ادد نوت، ادد نوت. تمام، هنا طبعا عندنا خيار انه نضيف صورة، نضغط صورة. الصورة بتاعتنا ذاتها مشكلة، ان احنا يا دوب بنعمل حاجة تدريبية. نكتب مكملات، مكملات. طيب مكملات غذائية لصحة جيدة. تمام، ده العنوان بتاعنا. هنا انا داير اكتب اي كلام، انا ممكن امشي هنا. طيب تمام، انا بس هشيل حاجة هنا مهمة، حاجة سريعة كده عشان. طيب تمام، هشيل الحاجة دي كمثال يعني، وامشي للتدوينة بتاعتي. هقوم اكتب طوالي هنا كده. تمام، الشخص المفروض يظبط التدوينة بتاعته كويس. كده احنا عملنا تدوينة للتواصل واتساب. اضغط هنا. تمام، دايما في اي تدوين المفروض يكون في يعني كول تو اكشن، يعني تخط حاجه هنا العميل يتواصل بيها معك، لانه ممكن يكون يعني الموضوع عجبه او فيه منتج او كده فبتواصل معك مباشره. طيب انا كيف اعمل الحاجه دي؟ انا لما اكتب التواصل عبر الواتساب اضغط عليها، يعني اظللها باللون اللبني كده. هنا بيصير في الخيار هو اللينك زي ما شايفين، نضغط على لينك. نمشي لللينك بتاعنا اللي اختصرناه، نعمل له كوبي ونجي راجعين تاني، نعمل له بيست هنا او لصق. تمام، نجرب تاني، نعمل لصق للرابط. تمام كده، نعمل انتر. كده الرابط عندنا يعني انضاف، او ممكن بعد ذاك نكبر شويه الخط. تمام كده المدونه بتاعنا، مدونتنا او موضوعنا بقى جاهز. بعد ذاك نعمل له ببلش. طيب ننتظر لحد ما يتم نشر الموضوع. كلوز. كده الموضوع يتنشر زي ما شايفين، ظهر عندنا الصوره دي بالتواصل عبر الواتساب. يضغط هنا، اي شخص يضغط على الرابط بينقل مباشره الى الواتساب بتاعك، وبتم التواصل معك بينك وبين العميل. فممكن الناس ممكن تكتب فيها، وممكن تكتب فيها منتجات يعني بمحتوى جاذب. نرجع للصفحة الأساسية بتاعتنا نشوف. طيب زي ما شايفين ده قسم التدوينة، ظهرت عندنا الدونة بتاعتنا كتبناها أستي، أو الموضوع كتبناه. طيب نشوف الموضوع بيظهر في الصفحة كيف، الصفحة الأولى الصفحة الأساسية. طيب زي ما شايفين المكملات الغذائية. تمام، دي الصفحة بتاعتنا. طيب نعمل تحديث، نشوف التدوينة ظهرت في الصفحة ولا ما ظهرت. زي ما شايفين الحمد لله التدوينة ظهرت، مكملات غذائية صحة جيدة زي ما ظهرت قبل. نضغط مور، بنقول طبعا المدونة بتاعتنا أو التدوينة للتواصل عبر الواتساب. بيضغط الزائر على الرابط وبنقول مباشرة على الواتساب. دي الحاجة الرابعة، إنه كيف إن إحنا نروج للتدوين، نروج لصفحتنا بتاعت الفيسبوك بالطريقة المجانية. طيب تمام، نمشي للهوم. طيب في حاجة تانية برضه الناس ممكن تستفيد منها في الترويج المجاني للصفحة بتاعتك. نمشي لحاجة اسمها نقل البوستات أو الكورس بوستنج. كيف نقل البوستات؟ يعني مثلا انا داير انقل بوست من الصفحه بتاعتي اوديه محل تاني، اوديه تويتر، اوديه بلوجر، او اوديه الموقع بتاعي الالكتروني. طيب تمام، انا كيف اشيله؟ انا بقوم بمشي على اقصى اليمين في الموضوع نفسه، ثلاثة نقاط، بضغط عليها تديني خيار عدة خيارات. طبعا ده الموضوع هنا. طيب هسه انا ممكن امشي للصورة الثانية. زي ما لاحظنا في الموضوع النوت الخيار بتاع الامبيد ما موجود، لكن ممكن تحطها في اعلى الصفحه بين تو ذا توب اوف ذا بيج.
تمام. لكن الخيارات الثانية ممكن تكون موجودة عندنا زي الصورة دي، نضغط عليها كده برضو الصورة دي، نضغط عليها نشوف الخيارات. طيب هنا ما في خيار، معناته نقوم نكتب لنا موضوع، تمام، نعمل create post. نعمل بيست ونختار لنا صورة من الصور، الصورة اتحملت، نعمل بوست. لازم نلغي الخيار بتاع الامبيد عشان نشارك الموضوع بتاعنا. طيب اضغط كده خيار امبيد، طبعا هنا ما موجود ليه؟ لانه الصفحة ما مفعلة. لو عملت ببلش ناو، ببلش ناو او ببلش بيج، هنلغي الخيار بتاع الامبيد. طيب تمام، ببلش بيج، تمام كده الخيار تقريبا اتفعل. نمشي للسيتنج عشان نفعل الخيار ونلقى Publish Page. نمشي للصفحة الأساسية بتاعتنا تاني، راجعين تمام، طلعنا مرة واحدة، نجي راجع تاني في الفيسبوك، نمشي للصفحات بتاعتنا الأساسية. تمام الصفحة بتاعتنا هي مكملات الغذائية، نضغط على الصفحة بتاعتنا. طيب تمام، نضغط على الخيار ثلاثة نقاط. لو لاحظنا في آخر حاجة مكتوبة Embed، نضغط عليها بتنقلني مباشرة إلى رابط خارجي في رابط الصفحة. نعمل Get Code، ناخد الكود، ناخد الكود ده كده كله. طيب تمام، نعمل لي كوبي، نمشي للمدونة الإلكترونية بتاعتنا، هي مدونة بلوجر، نضغط عليها بلوجر. زي ما شايفين فتحت عندنا المدونة، نعمل مشاركة جديدة. طيب عشان نضع الكود، دايما الكود السيشنال ده اسمه كود HTML كويس أو جافا. نمشي إلى الخيار الأول هنا اليمين، أول خيار علامة القلم، نضغط عليها، بيديني خيار اسمه HTML، نضغط على الخيار الأول العرض HTML. طيب تمام، نمشي نحط الرابط بتاعنا هنا عشان نسخناه، ننتظر لحد ما يتم التحميل. طيب تمام كده اتحمل، وداني أوكي، بضغط عليه تاني حاجة هنا دي، بضغط عليها وضع الإنشاء، وبعمل حاجة اسمها مكملات غذائية. أضغط على مكملات، مكملات غذائية، آسف على الإطالة لكن حياة مهمة. نعمل نشر، تأكيد، تمام كده نشرنا الصفحة بتاعتنا، نعمل لها معاينة. زي ما شايف هنا الصفحة نشرت، لما تضغط عليها كده بتنقلك مباشرة للصفحة بتاعتك بتاعتها الفيسبوك. طيب مباشرة الصفحة بتاعتك زي ما شايفين صفحتنا قالت لنا دي حاجة اسمها كورس بوستنج. برضو ممكن تشيل الرابط بتاع الصفحة بتاعتك، برضو تختصره وتشيل الرابط ده وتوديه برضو لتويتر وانستجرام، فدي حاجة ممكن برضو الناس تهتم منها في انها كيف تنشر مواضيع عن طريق الميزة بتاعت الانبيد. زي ما قلنا كيف نلقاها، نضغط على الثلاثة نقاط، آخر خيار هو Embed، تشيل الكود مباشرة، الصفحة بتنقلك لصفحة خارجية، بتعمل Get the code، تشيل الكود ده وتمشي أي موقع، أي مدونة، أي منتدى، تضع في الكود بتاعك. الخيار الأخير في إنك كيف تروج الصفحة هي أولوية المنشور. كيف أولوية المنشور؟ إنك تضع أولوية للمنشور من خلال استهداف فئة معينة، يعني عندك منتجات للبشرة كده أنت هتستهدف النساء، هتستهدف أعمار معينة من 25 لحد 45 سنة، هتستهدف مدينة أو
دولة معينة، فدي هنا اسمها أولوية المشروع. كلما كان المشروع له أولوية كلما كان له الظهور الأكثر، وكده الشخص بيكسب عملاء وبيكسب متابعين. وإذا كان عنده منتج، المنتج بيحصل له طبعا يعني شراء يعني بدرجة عالية، إذا كان أصلا الشخص بيتبع التسويق عبر المحتوى. وبيتبع الحاجة التانية اسمها الفيسبوك سير فانل، هي بتدرينا بحاجة اسمها الاويرنس، كيف نعمل وعي للناس. بعد ذلك الريست، الشخص يكون مستمتع. بعد ذلك الديسيجن، الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة الاكشن، ياخذ فيها القرار بتاع الشراء. فدي حاجة كنت حابب اشارككم بها. كان معكم اخوكم وشريككم زهير ادم حسن سعيد.